كتير من المرضى الموجودين في الرعاية المركزة بيكون عندهم نقص في الأكسجين في الدم. المرضى دول في الأحوال الطبيعية بنحطهم على جهاز تنفس صناعي وبنبدأ نشفط الشعب الهوائية، بنتوقع تحسن في نسبة الأكسجين. إذا ده ما حصلش بنحتاج استشارة جراح الصدر والقلب عشان نشوف هل في سبب تشريحي نقدر نتعامل معاه ولا لا. الحقيقة في أسباب كتيرة تشريحية ممكن تعمل كده. البقاء على جهاز التنفس الصناعي لفترة طويلة بيؤدي لضيق في القصبة الهوائية، وده بيحتاج ان الجراح يعمل له استئصال عشان يقدر المريض ياخد نفسه كويس، ودي جراحة معقدة في القصبة الهوائية. أبسط من كده، بعض المرضى نتيجة للوجود على جهاز التنفس الصناعي لفترة طويلة الهواء اللي داخل من جهاز التنفس الصناعي ما بيبقاش رطب كفاية، وده بيؤدي إلى جفاف في الإفرازات بتاعة الجهاز التنفسي، تبقى عاملة زي الطوب اللي بيسد مجرى الهواء. في الحالات دي جراح الصدر بيستخدم المنظار الشعبي في إنه يشوف الإفرازات دي ويشفطها بشفاط تخين، أو يستخدم آلات إن هو يطلع الإفرازات دي بره بحيث إنه يساعد الرئة إنها تتنفس بشكل أحسن. بعض المرضى مع تدهور حالتهم بيحصل عندهم تجمعات مائية أو تجمع هوائي نتيجة لضغط الهواء اللي داخل من جهاز التنفس الصناعي، بيؤدي إلى انفجار الحويصلات الهوائية الموجودة في الرئة وتجمع الهواء خارج الرئة، ودي حاجة بتؤدي إلى نقص شديد في الأكسجين. في الحالة دي دور الجراح إنه بيركب أنبوبة صدرية أو بيعمل استكشاف للصدر بالمنظار الجراحي عشان يشوف سبب التجمعات دي ويسحب المية الموجودة أو يركب قسطرة لسحب الهواء الموجود، وبيقوم بمتابعتها يوميا أو يوم بعد يوم لحد ما يتأكد إن الرئة فردت. لو الرئة ما فردتش كفاية ممكن نحتاج إن احنا نعمل تدخل جراحي علشان نتعامل مع السبب اللي خلى الرئة ديت ما تفردش.